جميل جدا. زمان في العهد القديم قال لموسى كده، او الرب قال لموسى، قال له قول للشعب كل واحد يجيب خروف الفصح ونعمل ايه؟ تذبح خروف الفصح وترش الدم على العتبه العليا والقائمتين، فارى الدم واعمل ايه؟ واعبر عنه. تخيلوا معايا كده في بيت واحد كده من شعب الله، وجنبيه بيت واحد تاني مصري ساكن جنبه، يعدي المهلك فالبكر في بيت المصري يحصل له ايه؟ يموت. فالواد جوه بيت شعب الرب اللي عليه الدم يسمع الصراخ والصويل، يقول لابوه ايه؟ يا ابويا انا خايف، ده في كل بيوت المصريين اللي جنبينا الابن البكر بيحصل له ايه؟ الابن البكر بيموت وبيصرخ، انا خايف احسن انا اموت. يروح ابوه يقول له ايه؟ يقول له لا ما تخافش، لان احنا عندنا ايه؟ عندنا دم. هللويا، عندك دم ولا ما عندكش دم؟ في الحقيقة أنا ما كانش عندي دم، لكن يسوع اشتراني بالدم، واشتراني واشتراني ذاك بالدم السمين. هللويا، علم جامد. إبراهيم قال كده الكلمات دي، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب. التراب ممكن تستخدم وتعجم البطين، تعمل منه جوالب وتبني زي زمان بيوت اللي هي إيه، بالطوب الني أو طوب اللبن يعني. لكن الرماد تعمل، ينفع تعمل منه حاجة؟ تراب الفرن يا اخوات، ده لو جه شوية في عينيكي خلوك ايه؟ تبقي عايزة تروح المستشفى على طول. فابراهيم بيقول له ايه؟ ابو الاباء ابو الايمان. بيقول له ده انا شوية تراب، وكمان تراب محروق ماليش قيمة رماد. لكن هاليلويا، كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه، مجدا للرب، الهنا عظيم والهنا حي. فالواد يقول ابو انا خايف، يقول له لا احنا عندنا الدم. وعايز اقول لك حاجة، ان كان دم خروف، ركز معايا، كان دم خروف انقذ الابن البكر، فكم يكون دم المسيح. هاليلويا، كم يكون دم المسيح يطهر ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا الله الحي. كان دم الخروف انه انقذ ونجى، وكان كافي انه ينقذ الابن البكر من الهلاك. كم يكون دم، كم يكون دم المسيح. النهاردة افرح، افرح وتعذب وتشدد وقوم من الضعف، لان انت ليك نصيب في اللي عمله المسيح في الصليب. حد مصدق ان ليه نصيب في اللي عمله المسيح في الصليب؟ ارفع ايدك كده وصلي جوه قلبك، قول يا رب انا منتصر، مش مني، لسنا كفاة من انفسنا ان نكون خدام عهد جديد، لكن كفاياتنا هي من الله. الكفاية مش فيا، السر مش فيا، الرجاء في يسوع المسيح ابن الله الحي اللي قدم نفسه بالصليب لاجل. كملنا امبارح لكي لا تخطئوا، قلنا المكتوب، قلنا ايه؟ قلنا الدم. وقلنا كمان فكره تاني، ان اخطا احد لنا شفيع. وانا حابب اتكلم معاكم مع حضراتكم في حاجتين بساط. ليه المسيح بس ينفع يكون شفيع ليا؟ وليه برضو المسيح بس هو اللي ينفع يوصلني او يتراءى قدام وجه الله لاجل؟ ليه مش غيره؟ ليه مش غيره؟ احنا بنتكلم المسيح الشفيع من ناحية ديانة إنسانية بشرية. قلنا أول فكرة امبارح إنه يشعر بما أشعر به، واجتاز ما أجوز فيه. ممكن واحد يقدر ألمي ويتعاطف معايا، لكن ما يعرفش خبرة ألمي، أو ما يعرفش قيمة اللي أنا بمر بيه وبشاعته، غير لما يبقى مر زيي بالظبط. عارفين المثل البلدي يقول إيه؟ الإيده في المية مزلق. ويسوع المسيح ايده مش في الميه، لا لا، ده ايده في الصليب لاجلك، سمرت الصليب. هللويا، ايوه انت مجد رب يبارك. الايد اللي متقدمه لك بالاحسان، مش متقدمه لك وهي عليها برفان، او عليها مثلا كده ايه يعني، حاجه جميله، ولا مغسوله بميه وصابون ونظيفه، ولا متعقمه حتى الكحول، لا لا، ولا فيها يعني، عايز اقول ايه، ولا فيها ايد مثلا كده يعني، ايد اعظم انسان، ده دي ايدين فيها يسوع. هللويا، مسقوبه، ومسقوبه لمين؟ مسقوبه لاجلي، مجدا للرب. الله يقدم ايديه ليك بالاحسان وهي مسقوبه، مسقوبه لاجلك، مجدا للرب. ودليل محبته مش كلامه، احنا خلينا نوعظ ونتكلم، دليل محبته قدم ذاته. سامحوني لو انا صوت عالي مزعج، بس عشان محدش ينام، مجدا للرب. فقلنا هو شفيع لان هو يشعر
شعرت به ومجرب في كل شيء مثلنا بلا خطر. اقول لك مالك خايف؟ انا جربت ازاي تكون خايف في بستان جسيماني. طبعا مش قصدي خايف بمعنى مشاعر الخوف، لكن قصدي انه كان شايف مرارة الصليب وقبل وقال للاب السماوي تكن لا ارادتي بل ارادتك، وخد كاس بدالك. لكن ما فعله يسوع فعله مره واحده اللي بيتكلم يا اولاد بابا خد بالك، ما فعله المسيح فعله مره واحده فوجد فداء خليكم معايا، فوجد فداء ابديا. يسوع دخل مره واحده والباب بعديها انفتح. زمان المرنم قال له في المزمور ليتك يا ليتك ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك تتزلزل. ايه المرنم ده؟ كان قاعد واضح انه قاعد في منطقه كلها ايه؟ كلها جبال، ونفسه يروح لاورشليم المكان اللي فيه العباده ويقول له يا ليتك تنزل من السماء وتشق الجبال دي وتوديني الى هيكل الله والى محضر الله. لكن في العهد الجديد اجتاز يسوع ابن الله السماوات، لنا رئيس كهنة قادر عمل ايه؟ قد اجتاز السماوات. فلنتمسك بالاقرار. مادة عارفين الاقرار يعني ايه؟ ذا جود كونفيشن، يعني الاعتراف السمين، الايمان الراسخ ان يسوع موجود في السماء شفيع لاجلي. هللويا. وباب السماء من ساعتها مفتوح وما اتقفلش. استفانوس هو بيتذبح وبيرجموه قال انا شايف السماء مفتوحه. ايه ده؟ انت شايفها مفتوحه اصل يسوع فتحها مش بتتقفل تاني. وبطرس شاف السماء مفتوحه وملايه نازله مليانه من كل الحيوانات الطاهره والنجسه، عايز يقول له انا جاب الكل وبحب الكل، السماء مفتوحه. ويوحنا الحبيب شاف السماء، شاف السماء مفتوحه، والسماء مفتوحه ليك. مجد لله لحضرتك. هللويا. حد فرحان؟ انا فرحان مش عشان اللي جاي صعب او سهل ولا عشان حالتك ايه دلوقتي، لا انا فرحان لان حطيت ثقتي في اله عظيم. قال المرنم ترنيمه القديمه مش عارف عارفينها ولا لا، ازاي اتخلى عنك، ما تقول يا عم ازاي اتخلى عنك وانا دمي دفعت فيك، ازاي اتخلى عنك روحي روح الله اللي بيفحص كل شيء حتى اعماق الله ساكن فيك. تاني معنى كلمة شفيع، اسمحوا لي يعني اطلع بره الموضوع بس حاجات بسيطة عشان اوصل الفكرة ببساطة. في العهد القديم ناس كانوا بيتشفعوا عشان ناس، يعني ابو الاباء ابراهيم اللي نسيته، جه الرب قال هل اخفي عن عبد ابراهيم ما انا صنع؟ هتعمل ايه يا رب؟ انا هولع في صدوم وعموره. طب دي فيها لوط، ولوط ده يبقى ايه؟ ابن اخو مين؟ اخو ابراهيم. قال انا اروح اقول ابراهيم. يا ابراهيم قال له ايه؟ قال له انا هخرب سدوم وعموره. قال له يا رب اديان كل الارض لا يصنع عدلا، هتموت البار مع الاسير، يمكن فيها شويه حلوين؟ قال له لا. طب يعني يمكن 20؟ لا. طب 10 يا رب؟ في الحقيقه ما كانش فيها كرمين غير لوط. قال له انا ما تخافش هطلع لوط وهولع. وعايز اقول لكم خبر هو حلو لبعض ووحش للبعض، وفي يوم من الايام قريب جدا ويا ريت يكون الليله، الرب هيجي ويطلع الكنيسه وهينسكب جمال غضب الله على الارض اللي رفضت المسيح. وبعديها بسبع سنين هيقول هؤلاء الذين رفضوا ان املك عليهم هاتوهم واذبحوهم واذبحوهم امامي. رب بيشجع بيقول لك هانت هانت رب جربي. المهم ابراهيم بيتشفع، استخدم ايه ابراهيم؟ ايه اللي اتكل عليه ابراهيم وهو بيطلب لاجل سدوم وعموره؟ اتكل على عدل الله. اتكل على ايه؟ قال له اديان كل الارض لا يصنع عدلا. ابراهيم كانت حجته بيقول له ربنا ده انت عادل، ما ينفعش تظلم واحد بار مع الجماعه الاسنه بتوع سدوم وعموره كلهم اشرار، اه لكن فيهم واحد تقي. قال له لا، انت قلت لي انا عادل وانا هنقذ لوط واطلعه، لكن هيتم قضاء الله في سدوم وعموره. إذا إبراهيم استند على إيه؟ ركزوا معايا على إيه؟ عدل الله. نمشي شوية في الكتاب نلاقي نحمية، رجل الله نحمية، سفر كامل في العهد القديم، سفر نحمية. بعتوا له خبر قالوا له أورشليم خربانة والسور مهدوم والشعب في شر عظيم وعار. راح دخل نحمية يصلي صلاة شفاعية جميلة ويكتب قدام الرب ويقول له افتكر إيه؟ افتكر المراحل. افتكر إيه؟
أنت إله غافر الاسم وصافح عن الذنب. افتكر مراحمك، افتكر رحمتك، افتكر يا رب ان انت حنين، ان جلدك مليان احشاء رأفة. احنا بنقول لك مش عشان احنا حلوين، ده احنا ارضياء جدا، شعب صلب الرقبة، سباهم الرب الى بابل وجاب ليها المملكة الجنوبية وضهم اشور. احنا ما نستاهلش، لكن عشمانين في ايه؟ يبقى هنا نحن يتكل على ايه؟ رحمة. يبقى ابونا ابراهيم بيتكلموا عن عدله، ونحمية بيتكلموا عن رحمته. اخد واحد كمان، موسى طلع مع الشعب من مصر. حد شاف البحر بيتشج قدام رب كده؟ مره زمان كنت طفل في مدارس احد، اقول الصدق في المسيح، كنت بيحكوا لنا قصه بطرس لما مشى على الميه. فانا روحت البيت جبت جردة الميه وابتديت احط رجلي فيه، عايز اعمل ايه؟ عايز امشي على الميه زي بطرس. في حد مشى على الميه؟ الشعب ده البحر اتشج قدامه زي الكتاب، وبقوا ماشيين الميه واقفه ايه؟ واقفه سور، يعني بيستنوا مع الميه، سور من هنا وسور من هنا، ومشيوا وعدوا البحر. يعني قد ايه عمل عظيم شافوه من الرب. لكن بالرغم من كده، بالرغم من كده، نفس اللي فيهم فيهم كان شعب معاند وصلب رقم، كتر التذمر وحياه الخطيه وعدم الشكر. على فكره اقول حاجه، عدم الشكر والتذمر يقود للمرض. انا اسف اني اقول كده، لكن ده حق كتاب. يقود للخطيه، يقود للاستباحه، يقود للضعف. لو انت مؤمن وفي حياتك فيه عدم الشكر، اشكر الرب، لان اللي انت فيه ده ليه مكافاه ابديه اولا، ولان الرب بيتدخل ثانيا، ولان الحاله هتتغير اكيد لو انت عندك ايمان، ولان وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا. خد الم من ايد الرب، خد معاه مجد، ودي نعمه الله تشتغل فيك، تطلع من المراره ايه؟ حلال. شعب كان متذمر، راح الرب غضب بقى وقال له يا موسى خد تعالى، دول عبد العشق، انا هخليك انت شعب عظيم، وهعمل ايه في الشعب ده؟ وهفني الشعب ده. راح موسى قال له ايه؟ قال له ايوه يا ريت تريحني منهم، يلا ولع فيهم يا رب واعملني انا كمان شعب. موسى كان بيمثل المسيح، وصيت للعهد. راح قال له ايه؟ لا لا يا رب، انت عايز الناس تضحك علينا؟ يقول طلعتهم من مصر ما عرفتش تدخلهم ارض كنعان، ولا يقول عليك غدار يا رب، طلعته من مصر عشان تفنيهم في البريه لاجلك انت لاجل اسمك. موسى اتكل على ايه في شفاعته؟ على امانه الله. وده اللي قاله الرسول بولس، ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لا يقدر ان ينكر نفسه. يبقى انا عايش شفيع يكون امين ويكون عادل ويكون رحيم. ويسوع المسيح في الصليب قال المرنم: العدل والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، يعني بوط في بعض. في يسوع المسيح في العدل وفي الرحمة. مرة قال المرنم: رحمة وحكما أغني. حكما يعني إيه؟ يعني قضاء أو عدل. طب أنت إيه تغني بالرحمة والحكم؟ طب الرحمة ماشي، الرحمة حلوة، لكن إزاي تغني بالحكم؟ أصل الحكم معناه إيه؟ معناه ان العقوبة مش هتتنفذ مرتين، فانا بغني لان العقوبة خلاص ايه؟ حد فهم حاجة؟ هاليلويا. العقوبة خدها يسوع المسيح في الصليب، عشان كده انا بغني بالرحمة وبغني كمان بالعدل. وكمان في الصليب بانت احشاء وقلب الله المحب. عارفين قال ايه للناس اللي بيصلبوه؟ حد فاكر الآية؟ يا أبتاه. عارفين السر في الآية دي؟ حد عارف يقول لي؟ زمان في العهد القديم كان في اللي يقتل واحد غلط يبقى مش قصده. يعني مثلا واحد بيبني بيت، واحد قاعد تحت البيت وهو بيبني وجع الطوبة جات على دماغه مات، ده اسمه قتل سهل، مش مقصود ان قتل بدون تعمد. فعلشان الناس ما تقتصش منه كانوا يقولوا له روح مدينة الملك. هنا المسيح بيقول ايه؟ يا رب دول مش واخدين بالهم، اعتبروا ان هو جات ايه؟ جات لسهو، جات لخطا، وانا مدينه الملك. الله حسب ازمنه الجهل في المسيح كانها ايه؟ كانها سهو. ويقول لك انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياه. في عند الرب حياه ابديه وفي فرح وفي شفاء. ويد الله ممدوده لكل اخ فيه. انا مثقل من ده وانا بصلي لاجلكم. رب قال لي عايز امد ايدي
للكنيسة دي بعمل عظيم. مش الكنيسة جماعة بس، كأفراد يا أخوات، الله عايز يمد إيده على حالتك الصعبة ويطلع من الآكل أكله من الجافي. كم واحد يقول أمين؟ أمين ولا مش عايزين؟ أمين معناها أنا عايز. أمين؟ هللويا، مجدا للرب. ففي الصليب في أمانة الله وأحشاء محبة الله وعدل الله. إذن المسيح هو شفيعي ليه؟ لأنه اجتاز في اللي أنا جست فيه ومقدر ألمي وعنده القدرة، وكمان لأنه أمين ولأنه عادل ولأنه رحيم. مجدا للرب. أبونا امبارح قال شفيع يعني المحامي اللي خد القضية، المحامي اللي خد القضية. القضية بتاعتنا كانت قضية سهلة ولا قضية صعبة؟ تردوا عليا، زعلت ولا ايه؟ لازم نشرب من بعض. قضية صعبة. طب اسمحوا لي اطلع بره الموضوع في فكرة بسيطة. في يوحنا 8 جابوا ست امسكت في ذات الفعل الرب يسوع، عايزين يجربوه، وقالوا له موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه، فماذا تقول؟ ايه اللي هتضيفه حضرتك؟ الست دي موسى جالك ترجي، انت بقى هتقول لنا ايه؟ راح المسيح مرتين ينزل ويكتب، يكتب على الارض. مش هفتي واقول هو كتب ايه او ايه الفكره اللي فيها. المهم خلاصه القصه ان ضميره ابتدى ايه؟ ضميره ابتدى يأنبه. والمسيح قال له من منكم بلا خطيه فليرميها. وبعض الناس بيقول، بعض المفسرين، وانا اميل للرأي ده، يعني بيقولوا من منكم ما عندوش خطيه من نفس نوع الخطيه دي، زي يعني نفس النوع، نفس الخامه، نفس القماش، اللي ما عملش نفس الخطيه دي يرميها بحجر. وتريتهم كلهم ايه؟ ودي حالتنا كلنا على فكره. اذ اخطأ الجميع، الجميع زاغوا. وايه رايكم في بولس؟ بقى بولس المحترم يقول عن نفسه الخطاة الذين اولهم. ما انا اقول ايه؟ ده الفجار الذين اولهم. لما بولس بيقول خاطي، اللي قال عملت بجهل بعدم ايمان، وانا ما كنتش فاهم وكنت بضطهد الكنيسه واتلف بافراد، وانا ما كنتش يعني عايز يقول ما عملتش ده وانا فاهم صح فاهم غلط. ما انا اقول ايه؟ يقول الخطاة الذين اولهم امنوا، فجار الذين اولهم امنوا. كلنا خطاة، كلنا تحت الخطية. المهم جابوا الست دي، فرح الناس بعد ما مشوا، الرب قال لها اما ذلك احد؟ قالت له لا احد يا سيد. قال لها ولا انا؟ تعال نبص الست دي كان قدامها ايه؟ ما خلاص دي اخر حاجة هقولها ونختم. الست دي كان قدامها موسى، قدامها ايه؟ موسى الناموس، القانون بتاع العهد القديم، زلوك، القانون بتاع العهد القديم. موسى بيقول ان الخطية تستحق ايه؟ يبقى اول حاجة ايه؟ موسى الوصية. تاني حاجة الناس جايين يعملوا ايه؟ جايين يرجموه، جايين يموتوه. تالت حاجة هيحصل لها ايه؟ تحصل لها ان هي تموت، الموت. يبقى الناس او التعيير او الخزي او العار والموت والناموس. طب دي حاجة خلاها في المكتب. روح لرومية 5 يقول الكتاب احنا كنا قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله في ربنا يسوع المسيح. ويتكلم يقول احنا كنا ضعفاء، كنا فجار، كنا خطاة، كنا اموات، كنا اعداء. يعني انا مش خاطي، ده انا فاجر. مش فاجر ده انا ميت، ومش ميت ده انا ضعيف مش قادر اعمل بر يعني. وكمان انا عدو لله في الخطيه، في الفكر، في الاعمال الشريره. قضيه صعبه ولا مش صعبه؟ هللويا. يسوع وفى الناموس، لان الناموس فيه لعنه، ويسوع خد اللعنه في الصليب. ويسوع تمم الناموس العملي لما عاش كامل، وانت فيه كانك عملت كل اللي عمله بالظبط. ان كان احد في المسيح فهو خليقه. مش بس كده، ويحول الخزي، يحول الخزي للمجد. كل من يؤمن به لا يخزى. السامريه كانت طالعه في عز النهار وماسكه جره وراح تعمل زي كل يوم، لكن لما اتجابل معاها يسوع يقول الكتاب عملت ايه؟ بس في حاجه عظيمه بعديها، راحت للناس اللي كانت بتستخبى منهم وتقول لهم ايه؟ هلموا انظروا انسانا قال لي. ايه ده انت مش مكسوفه مش خجلانه؟ لا لا، ليه؟ اصله غيرني. هللويا. حد هنا الرب غيره؟ مجدا للرب. اصله عمل ايه؟ غيرني، حول حاله الفساد اللي انا كنت فيها ان اصير ابن لله. في حد هنا ابن لله؟ هللويا هللويا. انتوا كنيسه رسوليه ولا لا؟ تدوا تحيه للرب يا اخي. هللويا.
طبيعتي، بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. فالمسيح اللي خلص القضية هو برضو اللي معاه الملف في السماء فوق قدام عرش الله. كده بيقول لك خطية لن تسودكم فيما بعد. ليه؟ لأن رأس المسيح عمل إيه؟ هو غسلني بالدم، وأنا الدم موجود لأجلي، ومهما كان فيه خطية إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. اوعى تشوف حالتك صعب، اوعى تشوف ظروفك صعب، اوعى تنص ليمون كده وتبقى ايه تقول ده اللي فيا مش في حد، في ابو حلمس ده اللي حصل معايا مش حصل مع حد. وبعض الناس يوصلهم الرسائل ازاي يعني اشفق على نفسي لدرجه الفشل، لكن الله لم يعطنا روح الفشل، اعطانا روح القوه المحبه والنصر. في بعض الترجمات الله لم يعطنا روح الخوف، روح المحبة وضبط التكبير أو حسن التكبير. يعني إيه؟ يعني إن أنت ما تعرفش تعمله، الله بمحبته وبرأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كما في الأيام القديمة. اللي ضمن اللي فات فيه هو موجود لأجله في السماء. أقول لكم حاجة، دي فعلا آخر حاجة يعني. إلى فات الكتاب هو يسوع لما جه للسماء جه لأجلك، أجلك ولأجلك. ولما مات على الصليب اترفع لأجل هللويا، ولما صعد في السماء الان امضي بعد الصليب اعد لكم مكان، وصعد في السماء ايه وقدام العرش لاجلك عن يمين العظمه لاجلك، ولما يجي كان هيجي ايه ياتي ثانيه من خلاص للذين هيجي لاجلك هللويا، ولما يجي لاجلك هياخدنا برضه عشان نقول في بيت الان اريد ان هؤلاء يوحنا 17 الذين اعطيتني يكونون معي عشان يشوفوا مجدي اللي انت بتقول. ايه هدف مشروع الله؟ انا عايزك تبقى معايا في المجد. قال لي اسرائيل عارفين معنى اسمه ايه؟ الذي يسير مع الله امير. يسرائيل السائر مع ايد، اللي ماشي مع ايد. كان اسمه يعقوب المتعقب اللي ماشي ورا العالم من كلب الشريف، تمام، وعايز ايه؟ وعايز ياخد كل حاجه بدراعه وبفكره. لكن لما الرب يتجابل معاه في مخاطر ايه اللي اسمه ايه اللي ماشي مع الله. والمؤمن ماشي مع مين؟ هو ما تكونش ماشي معاه، اصل اللي هتمشي معاه هنا ابشرك هتمشي معاه في الابديه الطويله. فلو مشيت معاه هنا هو هيمشي معاك هنا وهيضمك معاه في المجد. هللويا. رب جرب يجي ولا ما جربش؟ غصب عن عيني انا اسف، وغصب عن عين حضراتكم، وغصب عن عين الشياطين، وغصب عن عين العالم اللي رفض المسيح. يسوع جاي جاي وعايزك تفرح، لان الميراث لمين؟ الميراث للمؤمنين. المواعيد والمجد والميراث والابديه والاستخدام والبركه لمين؟ لحضرتك. هللويا. هللويا. خلونا نوقف نصلي لو تقدر توقف تصلي معايا. صدق ان في لمسه خاصه من الله دي. هو مش واجب، اللي عايز يوقف يوقف، اللي عايز يقعد يقعد، مش مشكله، احنا في حريه المسيح. صلي معايا بس الايمان وقول له انا عايز لمسه منك يا رب، عايز لمسه منك يا رب، عايز لمسه منك، خد لمسه. قول له الست لمست ود بسوق، شوفي شوفي شوفي. لمسه لمسه منك، لمسه منك. قول له عايز لمسه لحياتي، عايز لمسه اكون بحيا حياه الشكر، اكون ارب متمتع، متمتع بالغفران، متمتع بالفرح، متمتع بالنصرة. الله كده افرح، لأن أنت ليك رجاء في الرب المقام لأجلك من بين الأموات. يسوع جاء مجاورك معاك من فضلك في سيسوع. هتصلي أو مش هتصلي جمد عينك لمدة خمس دقايق، خمس دقايق، حتى مش هتصلي جمد عينك. ولو مش قادر تصلي صلي معايا الصلاة دي. قول له أنا بحبك عشان الدم وعشان الصليب. قول له يا رب قوت حياتي جوعا منك. أشكرك لأنك تعيد ضعفات الروح القدس نفسه، الروح نفسه كل إمكانيات الله يعين ضعفاته. في رجاء في نعمة الله الليلة الرب يقدر يلبسك بأمر عظيم. لو محتاج معجزة كان عندك ديون، عندك دين كبير، دين ضخم 300,000، وتقول يا رب أعمل فيه إيه؟ صدق ان اللي بيسدد دين الخطيه هو ايضا بيعمل امور عظيمه. ارفع ايدك كده قول يا رب انا واثق انك تملا كل احتياج بحسب غناك في مجد. خد لمسه من الرب النهارده. انا شعر بحضور الله بطريقه عظيمه في اجتماع هنا. الله بيأيد الكلمه في
وهيدي رجاء جديد لكل حد يأس. اوعى تكون في حياتك يأس، اوعى تكون في حياتك ضعف، ارفض حياتك الخطيه، ارفض حياتك الضعف، وقول له انا بحبك لانك حبيتني اولا. هاليلويا. صلي معايا الصلاه دي، قول يا رب انا جاي عشان اكون امين مع الله، امشي معاك السائل السائل مع الله. الله الله بكل المجتمعين.